البطاريق السياحة. هنا القطب الجنوبي، أبرد منطقة في العالم. يدوم فصل الشتاء هنا 6 أشهر. وهنا بطريق أليف يمشي على الجليد. مرحبا يا أصدقائي. يلبس الناس في الشتاء الصوف والجوارب والقفازان ليحموا أنفسهم من البرد، أما نحن البطارقة فكما ترون لا نلبس شيئا على الإطلاق، وليست لنا أحذية في أقدامنا، ومع ذلك نستطيع أن نمشي على الجليد دون أن نبرد أو نتزحلق. هذه البطارق تسير إلى المكان الذي سيتحقق فيه لقاء كبير. تستمر في رحلتها مدة أسابيع، وعليها أن تقطع مسافة تزيد على 100 كيلومتر، ولهذا السبب تقطع طريقها سيرا على الأقدام أحيانا وتزحلقا على صدرها أحيانا أخرى. تتجه جميعها بشكل معجز إلى جهة واحدة. في نهاية الرحلة تلتقي آلاف البطارقة في مكان معين بشكل مدهش. إلى اللقاء أصدقائي. هل تعلمون أنه قد يصل عدد البطارقة في المجموعة الواحدة إلى 400,000 بطريق؟ هذه الكائنات الأليفة تعرف قدوم فصل الشتاء فتقرر المكان الذي ستذهب إليه باتفاق. لماذا تقوم بطريقة كثيرة بهذا العدد معا بعمل كهذا؟ لكي تعرفوا الجواب استمروا في متابعتنا. المنطقة التي سيتحقق فيها اللقاء الكبير هي في الوقت نفسه المكان الذي سيولد فيه صغار البطارقة. هذه الرحلة الشاقة هي بداية الصعوبات والتضحيات التي تقوم بها البطارقة من أجل صغارها فقط. والصعوبة الأقصى تبدأ بعد أن تضع البطريق الأم بيوضها، فما إن تضعها حتى يهجم الشتاء. تنخفض درجة الحرارة في فصل الشتاء إلى أقل من 50 درجة تحت الصفر. تهب الرياح بسرعة 100 كيلومتر في الساعة حاملة البرد والثلج. تعود البطارقة الأمهات إلى البحر تاركة البيض عند الذكور. يتحمل الآباء المضحون مسؤولية رعاية البيض. يحمل البطريق الأب البيوض على أقدامه ليحميها من الجليد. الشعيرات الكثيفة هذه ستحمي البيضة من البرد. ولكن هذه مهمة صعبة جدا. أصدقائي،
هل تعلمون أن البيضة إذا وقعت على الجليد تتجمد فورا؟ لهذا السبب كما ترون يتحرك البطارقة الآباء بحذر شديد دائما. ذكور البطارقة لا تأكل الطعام طوال هذه المدة لعدم تحركها من مكانها، والأمهات بعيدة عنها تبحث عن الغذاء لصغارها التي ستخرج من البيضة. هل فكرتم مرة لو أنكم بقيتم 4 أشهر في برودة 50 درجة تحت الصفر دون أن تأكلوا شيئا؟ لو فكر أحدكم القيام بشيء كهذا لمات من البرد والجوع، إلا أن البطارقة تقوم بهذه التضحية دون ملل. في نهاية الأشهر 4 الشاقة يحل الربيع مرة أخرى، فقست البيوض والبطارقة الصغيرة فتحت أعينها للدنيا. ما زالت على أقدام آبائها لعدم تكون الطبقة الدهنية التي ستحميها من البرد. أول غذاء للصغار هو الحليب الذي خبأه الأب لأجل صغاره في حوصلته. لقد قام الأب بتضحية لا مثيل لها، فمع بقائه 4 أشهر بدون أكل خبأ الغذاء الذي يحبه كثيرا في حوصلته الصغيرة ولم يأكله بالرغم من جوعه الشديد. وفي هذه الفترة تماما تعود الأم من البحر إلى الساحل، وكانت هي أيضا بدورها تعمل طوال 4 أشهر، فقد خزنت في حوصلتها بالصيد المستمر الطعام.